السلام عليكم، ازيكم سنة ستة؟ ان شاء الله النهاردة عندنا distance between two points in the coordinates plane. ده اول lesson في unit 3 اللي هو منهج المقرر علينا. ازاي نجيب distance between two points على plane بتاعنا؟ قال لي لو عايز the length of AB بتعمل ايه؟ the number of the ending point minus the number of starting point وتحطهم في absolute. بص كده ممكن نسهلها ونقول ايه؟ absolute الB minus الA. لو انا عايز AB يبقى absolute الB minus مين؟ الA. بص على المسألة اللي قدامنا كده، بقول لي لو انت عندك النمبر لاين اللي هو على اليمين ده، بقول لي if the points A, B, C and D represent the number negative 7, negative 3, 0 and 5 respectively، عايز اعرف find الAB, AC, BD, CD, AD and BC. زي ما انت شايف على النمبر لاين كده، ال A عند النيجاتيف 7، ال B عند النيجاتيف 3، ال C عند الزيرو، وال D عند ال 5. هو هنا اول حاجة عايز مين؟ ال AB. لو عايز ال AB هقول له absolute ال B minus ال A. يعني absolute مين؟ ال B بكام؟ بنيجاتيف 3 minus ال A بكام؟ بنيجاتيف 7. يبقى equal absolute negative 3 plus 7 اللي هي absolute ال 4، يعني 4 units. طب لو عايز ال AC هعمل برضو C minus A، يعني 0 minus negative 7، يعني 0 plus 7، يعني absolute 7، يعني الانسر هيطلع كام؟ 7. number 3 عايز ال BD، يعني هعمل absolute D minus ال B، ال D ب 5 minus ال B، يعني minus negative 3، يبقى equal absolute 5 plus 3، يعني equal absolute 8، يعني هنا الانسر بتاعنا بايه؟ ب 8. المسائل بتاعتنا هتفضل ماشيه بنفس الطريقه كده، كل ما يطلب مني حاجه بعمل ابسوليوت التاني ماينس الايه الاولاني، بيديني اليونتس بتاعتي. دي كده المسائل قدامكم، ممكن ان انتم تكملوها عادي. اكزامبل 2 بيقول ان ذا كوردينيت بلين ديترماين ذا بوزيشن اوف ذا فولوينج بوينتس A 5 نيجاتيف 1، B 5 و 3، C نيجاتيف 2 و 3، و D نيجاتيف 2 نيجاتيف 1، اند منشن ذا نيم اوف ذا فيجر A B C D. تاني حاجة اللي find the area and the perimeter of the figure. number 3 determine whether the shape is symmetric or not. بص الانسر معايا، اول حاجة البوينت A كانت اسمها 5 ونيجاتيف 1، جميل. لما نيجي نبص على الجراف كده، بص على البوينت بتاعت الA، هتلاقي الX عند ال 5 والY عند النيجاتيف 1، يبقى انا كده رسم البوينت في مكانها صح. تاني حاجة الB كانت 5 و 3، فقلت له هحط هطلع من عند ال 5 اوصل لحد مين؟ ال 3. ال C كانت نيجاتيف 2 و 3، هقف عند النيجاتيف 2 واطلع لحد ال 3 واحط البوينت بتاعت ال C. ال D كانت نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1، يبقى هقف عند النيجاتيف 2 وانزل للنيجاتيف 1، يبقى انا كده رسمت الايه؟ الريكتانجل بتاعي. كده انا رسمت ايه؟ الريكتانجل بتاعي. بعد ما وصلت ال A وال B وال C لقيت ان الشكل اللي ظاهر قدامي اسمه ايه؟ ريكتانجل. يبقى the figure the solution كده أول واحدة the figure ABCD is a rectangle. تاني حاجة طلب مني ال perimeter وال area، صح؟ عشان أجيب ال perimeter وال area لازم يكون عندي ال units، لازم أعرف ال AB بكام وال A وال AD بكام، يعني أعرف ال AB اللي هو ال length وال AD اللي هو ال width. لو عايز أجيب ال distance قلنا بنعمل absolute التاني minus الأولاني، فلو عايز أجيب ال AB يبقى absolute b minus a، يعني absolute 3 minus negative 1 equal absolute 3 plus 1، يعني absolute 4 ب 4، يبقى length بتاعي كام؟ 4. انت حضرتك ممكن تعدهم من على الرسم اصلا، من ال a لحد ال b كام سكوير؟ 4 سكويرز، يبقى 4. طب لو عايز ال a d هعمل a minus d، يبقى 5 minus negative 2، يعني 5 plus 2 اللي هي equal كام؟ absolute 7، يبقى ب 7. برضو لو عديتها على الرسمة كده من ال A لحد D هتلاقيها برضو ايه؟ 7 unit. يبقى انا لو عايز ال area بتاعت ال rectangle هقول له length times width، يعني 7 times 4 equal 28. طب لو عايز ال perimeter يبقى length plus width times 2، ال length ب 7، ال width ب 4، يبقى 7 plus 4 times 2 ب 28. اخر حاجة بيقول لي the shape is symmetric or not. طبعا ال shape اللي عندنا ده ايه؟ symmetric. يعني ايه symmetric؟ يعني ينفع اقسمه نصين قد ايه؟ بعض، جميل. الريكتانجل اصلا ينفع اقسمه نصين قد ايه؟ قد بعض. شكرا لكم جدا يا سنة 6.